ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا السيد أسامة نصحي مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط. سيد أسامة، في البداية أرحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز إلى هذه الجولة. من الآن دعوة سيباستيان كورتس إلى الاتحاد الأوروبي لأن يكون هناك جواز سفر أخضر على حد ما وصف السيد كورتس لمن تم تطعيمه باللقاح. منذ أيام أيضا كانت المفوضية الأوروبية تتحدث عن أن الاتحاد الأوروبي متعنت من فكرة إصدار هذا الجواز أو جواز لمن تم تطعيمه باللقاح المضاد لكوفيد 19. شكرا على الاستضافة، وبالفعل هو دعوة جديدة أطلقها المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في إطار استراتيجية تخص النمسا ربما تكون مختلفة عن استراتيجيات التعامل مع الوباء في بقية دول الاتحاد الأوروبي. في الواقع أن تتم مناقشة هذا الأمر خلال القمة الأوروبية اليوم في بروكسل، ولكن ما زالت هناك في تباين في الرؤى في التعامل مع هذه الأزمة. فنجد مثلا ألمانيا بتفضل تمديد فترات الإغلاق، زيادة القيود على الحدود حتى مع النمسا ومع كل دول الدوار، بينما النمسا نتيجة ضغوط الشارع ترغب في العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وتيرة ممكنة، كما أن الحكومة النمساوية بتتعرض لانتقادات عنيفة بسبب تمديد الإغلاق. ومن هنا جاءت فكرة المستشار إلى التعامل مع الوباء كحقيقة واقعة مع التركيز على بديل آخر بدل الإغلاق، وهو الفحوصات وجواز السفر الجديد أو يعني ما يعرف بطاقة مرور عند عبور الحدود بين الدول الأوروبية. المستشار ما يتصور من خلال هذا الأسلوب يمكن التعايش مع الوباء مع فرض قيود على تتبع سلاسل العدوى ومنع انتشار السلالات الجديدة، وفي نفس الوقت يمكن استئناف الأحداث الثقافية والسياحية التي تعتمد عليها اقتصاديات النمسا. طيب سيد أسامة، أريد أن أقف مع حضرتك عند نقطة تباين في الرؤى حول التوصل ربما لحل لمواجهة هذه الجائحة. أليس من البداية كان يجب أن يكون هناك توافق في رؤى دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا الوباء بدلا من ربما ما شاهدناه من اتفاقات ثنائية فقط؟ هو من المفترض، والزعماء الأوروبيون بيحاولوا فعلا يصلوا من خلال إلى هذا التوافق من خلال القمة الحالية، لكن الواقع بيؤكد أن في خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع جائحة كورونا، وظهر هذا الخلاف مؤخرا حتى بين النمسا وألمانيا. ألمانيا وضعت معظم الولايات النمساوية في القائمة الحمراء ومنعت السفر إلى ولاية تيرول النمساوية، وهي ولاية شهيرة جدا برياضة التزلج على المستوى الأوروبي والعالمي، وتعتمد عليها اقتصاديات النمسا بشكل كبير. ورغم كده أصرت ألمانيا، رغم أن النمسا قدمت احتجاجات عديدة، لكن أصرت ألمانيا على فكرة قيود السفر وإدراج الولاية في القائمة الحمراء. فالواقع بيؤكد أن هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي، وده أمر طبيعي، لكن هناك دايما رغبة في التوافق في حل الخلافات في الوصول إلى استراتيجية عمل جماعي. نعم. لأن الجميع على قناعة بأن التغلب على الوباء لن يتم بجهود فردية. صحيح. وأن الأمر يتطلب تنسيق السياسات، ودلوقتي كمان بنشوف المستشار بيطالب إلى جانب تخفيف قيود السفر. نعم. بنشوف أنه بيطالب الاستعانة بكل اللقاحات، يضغط على وكالة الدواء الأوروبية من أجل اعتماد جميع اللقاحات حتى الصينية والروسية
وغيرها. طيب السيد أسامة، يعني بالعودة إلى نقطة جواز السفر الأخضر لمن تم تطعيمهم بفيروس كورونا، يمكن بعض المصادر كانت تتحدث عن ما سيتم في قمة اليوم في بروكسل، أن قادة الدول الأوروبيين لن يتطرقوا أو لن يتم اتخاذ قرار حاسم فيما يخص جواز السفر الأخضر لمن تم تطعيمهم. برأيك هل هذه خطوة يجب أن تكون من أولويات قادة دول الاتحاد الأوروبي، أم النظر للتصدي للجائحة هو من الأفضل أن تضع دول أوروبا نصب أعينها؟ بالتأكيد التصدي للجائحة هي القضية الأولى على أجندة الاجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم، ولكن ذلك لا يمنع أنه يتم مناقشة بعض التفصيلات أو بعض الآليات والأدوات أو اقتراحات المسؤولين، زي اقتراح المستشار النمساوي كورت كإحدى الآليات لمواجهة الأزمة وتسهيل تنشيط قطاع الطيران، ده أكثر قطاع يضر بشكل كبير بسبب توقف الرحلات وأثر على السياحة، ترشد قطاع الطيران وتعيد، ودي مستفيد منها كل الدول الأوروبية وليست النمسا فقط. يعني عودة هذا الجواز إذا تم إقراره ليس لا يخدم مصالح النمسا فقط، بل يخدم مصالح جميع دول الاتحاد الأوروبي. ومن هنا يمكن أن يؤخذ اقتراح المستشار كورتس باهتمام من بقية الزعماء الأوروبيين، ألا وعلى أن القمة الحالية ليست القمة الوحيدة وهناك اتصالات وقمم متتالية. ولكن بشكل أو بآخر سيد أسامة، كورونا فرض نفسه على الساحة في أوروبا، أصبح هو اللغة الرسمية لأي من قادة دول الاتحاد الأوروبي. بالضبط، هي قضية فرضت نفسها القوة بسبب ارتفاع الإصابات وظهور السلالات الجديدة من جنوب أفريقيا وبريطانيا والبرازيل، وتم رصدها في معظم دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن التحدي صار كبيرا للغاية، وأن المشكلة واضح أنها قد تستمر عدة سنوات، وأن هناك حاجة إلى تنسيق أوروبي. صحيح. خاصة أن أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر. صحيح. خاصة في دول وسط وغرب أوروبا. صحيح. أستاذ أسامة نصحي، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات.